بالنسبه للوداد لازم يكون عندهم توازن كمان، لان هم خارجين من المباراه اللي فاتت مش سلام كلهم يعني. انا حاسس ان العناصر القويه عندهم تعبت قوي، عندها ارهاق جامد جدا يعني، الاستشفاء حتى من المباراه صعب عليهم قوي. شفت الناس اللي هم بيعتمدوا عليهم، الباك ليفت والباك رايت وبديع اوك واسماعيل حداد، خارجين منهكين جدا من الماتش، وعندهم خط الديفنس بتاعهم بغيابات مش بغيابات، عندهم برضو ما يقدروش على اللعب خارج الوداد بشكل اقوى من اللي كانوا فيه على ارضهم. الارض كمان عندنا هنا في مصر، استاد مصر هيكون استاد القاهره ده احسن بكتير قوي من الارض اللي احنا كنا بنلعب عليها، مش ناشفه زي الارض اللي احنا كنا بنلعب عليها، في حريه ان الاهلي يتحكم في الكوره بتاعته في اسلوب اللعب بتاعه. انما مش حاجه اقول لك انا خلاص كسبت، لا انا اكسب بعد اول هدف ان شاء الله الاهلي يجيبه، مش هم اللي يجيبوا الهدف، لان هم لو جابوا هدف هنا في الاول هيربك لك حساباتك وهتقلقي وهنخش في ديلمة تانية. فالتركيز والشكل اللي احنا قلنا عليه كله في ماتش الوداد لازم يتجمع بعد الاجازه والراحه اللي احنا خدناها، يتجمع تاني كله، ويبقى اللعيبه اللي هي مصابه ما حدش يشترك خالص مصاب يعني، لازم انت تبعدي خالص عن اي لعيب مصاب او تجازفي او طول اجرب. لا احنا بنلعب بالفتنس بتاع اللعيبه الاصحاء اللي موجودين، ان كلهم زي بعض يعني، ما فيش حد متفوق قوي عن التاني، كلنا طول عمرنا لعيبتنا او لعيبه النادي كلهم بيبقوا قريبين قوي من بعض. محمد شناوي يبقى مختلف عن اي حد تاني شويه، ده من حقنا ان احنا عندنا حارس مرمى كبير وانا بسميه العالمي يعني، وربنا يوفقه خدت بالك، وكان قبل المباراه كان متعور كمان يعني. عايزين نريح الدنيا دي كويسه، انما هو لازم هو اللي بيبتدي في المباريات دي. طب شايف ايه التشكيل المناسب بقى بمناسبه الكلام عن الشناوي، انه اللي يبدا بيه موسيماني مباراه العوده؟ انا ما عنديش تاليف بقى، انا همشي وراه يعني. انت وجهه نظرك لو وجهة انت نظري هو يعني نفس التشكيل يعني، نفس ما التشكيل افتكرش لو في حاله اجهاد لاي حد هيحصل حاله تبادليه بينه وبين اي حد يعني. في نص الملعب عندك حمدي فتحي موجود تحت امر الفرقه، اسلوب لعبه هو اللي هيحدد اذا كان هيلعب بديانج وسوليه. يعني انت شايف انه هيلعب بنفس التشكيل مش هيغير ده اتليست، عشان هو ما يحصلوش تشتيت الا لو في مروان محسن مثلا عنده اصابه، فبادجي ممكن يبقى موجود، او اجايه ماشي، اجايه يخش زي ما عمل كده في نهايه المباراه الماتش اللي فات، ويبتدي باثنين اطراف زي حسين الشحات كده، واي حد هيضيفه وليد سليمان او اي حاجه وعايز يخلص المباراه من بدري يعني. فممكن ما عنده الفكر ده في غيابات احد الناس يعني، هو عنده تدوير جوه الملعب وخارج الملعب. ولغايه لما بنوصل لغايه يوم الخميس او اللي هو بعد بكره، بتبقى في رؤيه للفريق نفسه وصاحب الراي فيها والقرار نفسه، الجهاز الفني والاداري نفسه هم اللي بيبقوا عارفين مين الاجهز، مين اللي هيقدر يقوم بالاول، انا بسميها دايما اول 45 دقيقه الانطلاقه الاولانيه في المباراه يعني، مش مين الاساسي ومين الاحتياطي. ودايما كويس قوي يبقى عندك انت دكه كويسه قوي قويه انها تبدا تعتمدي عليها في اي حاجه، في اي امر يحصل. عايز سرعات في الفراوده، انزل بادجي يشد الفرقه شويه سرعات، المره اللي فاتت نزل جيرالدو حاسس بيه ان هو يقدر يشد، بس هو على يعني الناس انا حاسسها مع موسيماني اتغيرت يا ساره يعني، مش زي الاول، مش في اخر فترات فايلر مثلا يعني، لا كل واحد عنده ابجريد يعني حصل له مش بس طلعه شويه كده.